حكاية التجويد في مدينة بناؤها ملون ورائع، أبطالها ذكوان والتجويد وأحرف مثيرة فتابعوا. حكاية التجويد خير جامع، حكاية التجويد علم نافع، تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار، انظروا واستمتعوا. مضمونها قواعد التجويد وسردها من الخيال أروع، حكاية مفيدة لمن يرى، فإن بصرت مشهدا ستولع. حكاية التجويد خير جامع، حكاية التجويد علم نافع، تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار، انظروا واستمتعوا. يا من تريد أن تكون متقنا في نطق ترتيل فزد ما يخشع، ومن أفاد الناس في خطابه نثرا وشعرا فليضف ما ينفع. حكاية التجويد خير جامع، حكاية التجويد علم نافع، تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار، انظروا واستمتعوا. وآخر المطاف ربح للذي يجيب عن أسئلة ويجمع، حكاية التجويد علم نافع، حكاية التجويد خير جامع. حكاية التجويد خير جامع، حكاية التجويد علم نافع، تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار، انظروا واستمتعوا. مركبة حروف الجوف جاهزة، انطلقي. نعم نحن جاهزان. عين حاء. انطلقا. يا فرقة الحروف الشجرية في وسط اللسان، الجيم والشين والياء، هل أنت جاهزة؟ نعم الفرقة جاهزة. جيم شين ياء. انطلقي. لقد عرفت الآن لماذا تسمى الحروف الشجرية. قل لي لماذا يا ذكوان؟ لخروجها من شجر الفم، وهو منفتح ما بين اللحيين، أي تلفظ هكذا اج اش أي. أحسنت، ولكن لماذا قلت أي ولم تقل إي؟ لأن إي كما سبق قبل قليل مخرجها الجوف، وأما الياء التي تخرج من شجر الفم فهي الياء التي تكون ساكنة وما قبلها مفتوح، مثل أي، أو الياء التي تكون مفتوحة أو مضمومة، مثل يا يو. أحسنت أحسنت يا أذكى الفتيان. مخارج الحروف 17، وتستعد للسباق المنتظر، حروفنا في المركبات تجلس، وكل حرف عنده تحمس. شجرية من وسط اللسان، حروفها جيم وشين ثاني، ثالثها الياء التي قد سكنت، وقبلها فتح كأي قد بينت، أو كانت الياء استحقت فتحا، أو ضمة بها أتم النصحا. مخارج الحروف 17، وتستعد للسباق المنتظر، حروفنا في المركبات تجلس، وكل حرف عنده تحمس. يا حرف الاستطالة الضاد، هل أنت جاهز؟ نعم إني جاهز. ضاد. انطلق. لقد رأيت حرف الضاد القوي على كرسيه العجيب يتحرك من أيمن مركبة اللسان إلى يسارها، ثم ينطلق من أيسر اللسان. إنه مدهش جدا. وهل عرفت لماذا يسمى الضاد حرف الاستطالة؟ نعم لخروج حرف الضاد من حافة اللسان مستطيلة إلى ما يلي الأضراس،
فيستطيع الضاد أن ينطلق من حافة اللسان الأيسر وهو أسهل وأكثر، أو من حافة اللسان الأيمن وهو قليل، أو من حافتي اللسان وهو أقل، أي يلفظ هكذا. أحسنت يا بني. مخارج الحروف 17، وتستعد للسباق المنتظر. حروفنا في المركبات تجلس، وكل حرف عنده تحمس. لضاد الاستطالة الجواز في نطق، وخذ نصيحتي لتكتفي. من أيمن اللسان والأضراس، أو أيسر كلفظ جل الناس، أو من يمين ما يسار يلفظ، وهو الأقل في كلام يغلظ. مخارج الحروف 17، وتستعد للسباق المنتظر. حروفنا في المركبات تجلس، وكل حرف عنده تحمس. يا فرقة الحروف الذلقية، اللام والنون والراء، هل أنت جاهزة؟ نعم الفرقة جاهزة. لام نون راء. انطلقي. يا سلام، ما أجمل هذه الفرقة المتحركة، فكرسي اللام وكرسي النون يرتفعان للأعلى قبل الانطلاق، فيتصل رأس اللسان بسقف الفم، ثم ينطلق كل حرف على كرسيه الطائر. هذا رائع. وهل عرفت لماذا تسمى الحروف الذلقية؟ نعم، لأنها تخرج من ذلقي، أي طرف اللسان، فهي حروف حافة اللسان مع ما يليه من الحنك الأعلى. وقد رأيت أن كرسي النون تحت كرسي اللام بقليل، ورأيت كرسي الراء يقارب كرسي النون، أي تلفظ هكذا. أصبت يا ذكوان. مخارج الحروف 17، وتستعد للسباق المنتظر. حروفنا في المركبات تجلس، وكل حرف عنده تحمس. ذلقية لام ونون أعلى، فاللام أدنى بقليل هلا، والراء أدنى منهما بدا، وهو يقارب النون ولا يشتبه. مخارج الحروف 17، وتستعد للسباق المنتظر. حروفنا في المركبات تجلس، وكل حرف عنده تحمس. يا فرقة الحروف النطعية، الطاء والدال والتاء، هل أنت جاهزة؟ نعم الفرقة جاهزة. الطاء الدال التاء. انطلقي. لقد عرفت الآن لماذا تسمى الحروف النطعية. قل لي لماذا يا ذكوان؟ لأنها تخرج من نطع، أي سقف الحنك الأعلى، أي من رأس اللسان وسقف الفم عند أصول الأسنان العليا، وهذه الحروف الثلاثة النطعية تلفظ هكذا. إط إد إت. أحسنت يا بني. مخارج الحروف 17، وتستعد للسباق المنتظر. حروفنا في المركبات تجلس، وكل حرف عنده تحمس. نطعية طاء وتاء دال، من حنك أعلى لها استحلال. مخارج الحروف 17، وتستعد للسباق المنتظر. حروفنا في المركبات تجلس، وكل حرف عنده تحمس. مسابقة حكاية التجويد، من خلال هذه الحلقة إليكم السؤال التالي: ما هي الحروف الشجرية؟ ومن أين مخرج الحروف الشجرية؟ ولماذا سميت الحروف الشجرية؟ ما هو حرف الاستطالة؟
ومن أين مخرج حرف الاستطالة؟ ولماذا سمي حرف الاستطالة؟ ما هي الحروف الذلقية؟ ومن أين مخرج الحروف الذلقية؟ ولماذا سميت الحروف الذلقية؟ ما هي الحروف النطعية؟ ومن أين مخرج الحروف النطعية؟ ولماذا سميت الحروف النطعية؟ أعيد السؤال: ما هي الحروف الشجرية؟ ومن أين مخرج الحروف الشجرية؟ ولماذا سميت الحروف الشجرية؟ ما هو حرف الاستطالة؟ ومن أين مخرج حرف الاستطالة؟ ولماذا سمي حرف الاستطالة؟ ما هي الحروف الذلقية؟ ومن أين مخرج الحروف الذلقية؟ ولماذا سميت الحروف الذلقية؟ ما هي الحروف النطعية؟ ومن أين مخرج الحروف النطعية؟ ولماذا سميت الحروف النطعية؟ نعم، الفرقة جاهزة. الصاد، الزاي، السين. انطلقي. هل أنتما جاهزان؟ نعم، نحن جاهزان. ميم، نون. انطلقا. حكاية التجويد خير جامع، حكاية التجويد علم نافع، تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار، انظروا واستمتعوا. حكاية التجويد في مدينة بناؤها ملون ورائع، أبطالها ذكوان والتجويد وأحرف مثيرة فتابعوا. حكاية التجويد خير جامع، حكاية التجويد علم نافع، تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار، انظروا واستمتعوا. مضمونها قواعد التجويد وسردها من الخيال أروع، حكاية مفيدة لمن يرى، فإن بصرت مشهدا ستولع. حكاية التجويد خير جامع، حكاية التجويد علم نافع، تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار، انظروا واستمتعوا. يا من تريد أن تكون متقنا في نطق ترتيل فزد ما يخشع، ومن أفاد الناس في خطابه نثرا وشعرا فليضف ما ينفع. حكاية التجويد خير جامع، حكاية التجويد علم نافع، تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار، انظروا واستمتعوا. وآخر المطاف ربح للذي يجيب عن أسئلة ويجمع، حكاية التجويد علم نافع، حكاية التجويد خير جامع. حكاية التجويد خير جامع، حكاية التجويد علم نافع، تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار، انظروا.